صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن جعلي ما أنتين أنكه الله قدب مهمة ونما أنتين أنه أوضى باهن هاي إسلام كأننا قيب وإنكا قدب قاسو حوي أخلاق ذا إلهي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وحقو أماني إنه إلهي أهبي أؤسيي أخلاق آدو ونكسنا أسر ريسا طبعا هذا لندغن كذلك. وحبي الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق وحتكسو أنت آدوين أو إلهي سبحانه وتعالى أكسيه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وحنو شاقي وحا إلهي لصوت دريبا سيدة إني تهي إنه لما يستروا مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق ده ونعكسنا ورنينا لما يستروا وأدون كبره أي إلهي سبحانه وتعالى إيصدري إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ده ونعكسنا وحقوق بحياة أجر آدي آد أوين وحلي النبي عليه الصلاة والسلام شيء وقو ميزان علوس مالنت قيامه قفك حسنات كيس مرك اللي ميزانه وأخلاق طبيعة ضدك وكل رقم يهوي طبيعة وناجة وضدك كل رقمه بني آدم وردن وكل رقمه أي أقوم ميزان علوس مالنت قيامه وحلا صار سيد وكله قفك النبي عليه الصلاة أقوم مجلس لو ضدك أقول له oo aktiisa fariisanaya waxa weeye dadka ugu akhlaaqda wanaagsan. Sidoo kale wuxuu sheegay Nabigu Cali (saw) dadka idinku khayr badan waa dadka idinku dabeecad wanaagsan ehelkooda say ula dhaqmaan iyo dadkooda khaasta xaaskooda si ula dhaqmo ninku ula dhaqmo reerkiisa. Akhlaaqda wanaagsan marka Ilaahay subxaanahu wa tacaala waa jecel yahay, wax badan buuna ku bixiyaa Alle subxaanahu wa tacaala. وأنا هبة إلهي سبحانه وتعالى وبهي ذات كلاسي يا هبة إلهي ذات كلاسي قف بهذا الكيسو معي تبعسي في عي كلا دورته هذا الك قف بأقل نفسن وهذا الك أنا وفيرسن كلمة ده هدي نقول يسميت قف كدوريسا متجرحينيسا متداوعيسا هي هدي تهي مدمعان أو في عن أنا أكل صعنين. نبي عليه السلام وحول لي إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. سيد أرزاق ذا اللي ينكو قيبي أي إلهي سبحانه وتعالى أخلاق ذا طبيعة ذا ونهكسن يدغن كونهكسن إلهي سبحانه وتعالى إذنكو قيبي. وإن الله يعد الدنيا من يحب ومن لا يحب. إلهي وحصي الدنيا ذا قفوا جعلي قفانوا جعلين ولا يعطي الإيمان إلا من يحب إيمانك لكن مصيه إلا عدو جعليه مياني ساس درتاد أخلاق ذو واهبة إلهي سبحانه وتعالى لكن واد هقا جن كرتا واد كردين كرتا واد بدلي كرتا وحباد كب بدلي كرتا واد هقا جن كرتا وحاد كو هقا جن كرتا إناد اسكود ضيضو إناد وناقا سيالتو باد كو هقا جن كرتا سيلو هقا جن كرا صبركو وخلق أدو وناكسن وضبيعة أدو وناكسن قفكو إنو ياشو إلهينا سبحانه وتعالى أكتيس وحبدا كجه ليو وصبر واهب إلهي دتك وكلا سيو أصل أهم لكن وتكون نكر وصبري كرتا إن تصبرتو إن تصبرتو أيان صبري كرتا مال باتمي لين بدتك تاني حكوا قبنا يسا هذا أنا صبر لهين كهر مرا سداد أرضا في لهين سكود ضي أما ودك دقي لهين بر نفط هذا إن ترى هذا صبر سك دتك أنا رنبا ويسوي يعني أدقون سك إن ترى هذا الله قيبت هذا ماشى هذا كقاضي أو بوس كهجل بوس أنا هين هجرين. إذن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ما دام وياه تصالح أبوين أو إنه كقاضنا إنه وحول الرقم يجري عد والبه النبي عليه الصلاة والسلام عد والبنا سيرد يسوق للرقمي يا أخلاق وناج أيكوب جحلاذين ماشى سيد الله النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال ذي إيمان يسي كما إيشاجن طبيعة حمو iy dhaqan xumo kama yeeshan dhaqan wanaag iyo hadal wanaagsan. Ninkii gaalka ahay u yimi ee mushrikiinta quraysh kamid ahaa ee ku yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam
waxaan rabaa ummadaadii waad fidnaysay iyo qoomkaagii reerkaagii waad fidnaysay qoyskaagii waxaan rabaa arrimo inaan kuu sheego arrimahaas ka kala dooro wax haddaad xanuunsan tahay waa ku daaweyneyna haddaad gabdha rabto waa ku guurineyna haddaad xoola rabto waa ku siineynaa laakiin waxaan aada la timi wax aada u yaab badan weeye maad naga garbaxdo ninkii ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalka kama goyin mana caayin mana xumayn bal waa soo dhoweeyey wuxuu yidhi dheh waxaad rabto abalweliidow waan ku dhegaysanayaa buu yidhi qul yaa abalweliid asmac waan ku dhegaysanayaaye waxa aada rabto inaad ii sheegto ii sheeg dhegaysadku iyo maqalku waa khuluq wanaagsan weye wax wanaagsan baadna ku helaysaa waxna waad ku fahmaysaa qofka aan wax maqlin wax ma fahmo maqalku waa nicmo weyn oo ilaahay subxaanah wa tacaala qofka uu siiyo qofku inuu wax maqlo inuu wax dhegaysto inaad qofka kula hadlaya hadalkiisa aada dhegaysato horta waxaa lagu sheegaa dadkeenna soomaaliyeed dhaqamada ka mid ah inay tahay inaynu dhammaanteen hal mar wada hadalno oo hal mar dhammaanteen haddaynu wada dhawaaqno oo afarteennu aynu wada hadalno yaa wax dhegaysanaya seesay isu fahmeen haddaynu dhammaanteen wada hadalno waa dhibaatooyinka jira bay ka mid tahay waana laga yaabaa mushkiladda ina haysataba inay qayb ka weyn ka tahay inaanu jirin maqal iyo ismaqal nebigu calayhi salaam wuu dhegaysanayay marka ninkii gaalkaa saacad buu hadlay saacaddaas uu dhegaysanaya hadalkana kamu goyn hadalka uu dhegaysanaya ma hadal xikmad bilaabaa ma hadal yacnii khasaba in la dhegeystaaba sow dadka qasboon ahan gaalkan muxuu ka dhegaysanayaa maantoo dhan oo u hor fadhiyaa oo waqti ugu luminayaa nacam buu ku luminayaa uu dhegaysanayaa hadalkiisuu fahmayaa kadibna wuu u jawaabayaa saad ku jawaabay baadna garanaysaa ninku markuu dhammaystay wuxuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam awaqad faraqta ya abalwaliid ma dhammaysatay abalweliidu markaasuu yidhi haa haddaba anigana iga dhegeyso marka waayo waa cadaalad marka inuu kaa dhegeysto wey saacad baad dhegeysanaysay inuu ku dhegeysto wuu dhegeystay wuxuu ku akhriyey suuratu fusilat aayadaha u horeeya iga dhegeyso bi yaa xaamiim tanziilu min araxmaan araxiim kitaabun fusilat aayaatuhu qur'aanan carabiyan liqowmin yaclamuun ilaa aakhir alaayaat ninkii wuu yaabay qur-aanka aayadaha markuu xoogaa waday nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi iga jooji marka bes way ugu filan isagoo yaaban ayuu meesha ka tegay waxaad ku garanaysaa ammaanada khuluq weye akhlaaq ammaanadu ka mid a akhlaaqda wanaagsan ee nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga oo aan la diin ahayn oo ay khilaafsan yihiin diintiisa lana dirirsan yihiin ayay u dhiibanayeen alaabta iyo ammaanooyinka lamu cararin kamay biqin inuu la cararo alaabtooda kamay cararin xoolahooda inuu la cararo oo kala tago kama ayan biqin nebiga calayhi salaatu wasalaam bal isagu wuxuu u galay arrimo halisahoo waaweyno khatara markii ay yacnii uu ka hijroonayay madiina caliy bni abi taalib radi allahu canhu ayuu guriga ku dhaafay oo uu yidhi ammaanooyinkaas sii kala qaybi dadkii lahaa sii gurigiisuuna ku dhaafay habeenkii isagoo ay dhici karto nimankan gaaladaay inay dilaan wuxuu u reebay ammaanooyinkii inuu guto saasay ugu bixiyeen al-amiin saasayeen marna ugu tuhmaysan arin xun ama qiso xun qofka dabeecadda la rabo wanaagsan inuu kula dhaqmo ehelkiisa ugu horeeya xaaskaaga ugu horeeya cid ugu wanaagsan oo kaa hesha dabeecadda wanaagsan hadalka macan juruxa aan lahayn hajriga aan lahayn jarxinta aan lahayn dhibaataynta aan lahayn ku xumaynta aan lahayn cinaadka aan lahayn inuu kula dhaqmo qofku maca zawjihi almar'a maca zawjiha inaanay kula dhaqanto maca alawlaad ilmaha lagula dhaqmo gabdhaha iyo wiilasha aqaaribta asdiqada iyo saaxiibada dadka kugu dhow oo maaragtay wanaagaaga inay helaan qodobka saddexaad oo ku saabsan arrinkan waxa weeye kelimadda ilaahay subxaanahu wa tacaala hadalka qur-aanka aada buu u qiimay rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadka oo dhan isagoo la hadlay waquuluu linnaasi xusna bal hadda u fiirso haddaad dadka oo dhan la hadlaysaan wanaag kula hadla dadka oo dhan baa la yidhi linnaasi xusna gaal iyo muslim wuxuu yahay wanaag hadal wanaagsan
oo toosan oo qurux badan xusnan kula hadl. Markay tahay idinka dhexdiina muslimiin ahaan, waqul licibaadii yaquulu latii hiya axsan ina shaydaana yanzaqu baynahum. Dhexdiina hadday tahay addoommahayda waxaa ku tiraahdaa hadal wanaagsan iyo kelimad wanaagsan ku hadl. Walidaalika ninka yidhi alxayaatu kalima, nolosha oo dhanba waa kelimad waay, waa hadalka waay. Hadalkaas baa cidna kaa caraysiin kara, cidna kaaga farxin kara. قف وكفر حنكرا قف وكوين كرا أوين كرا وأسلة كلمة دي قف بي عدو كدقي كرتا كلمة دو قف بي صاحب كدقي كرتا وأسلة كلمة دي وهالكي كلمة يا قف بي قلب جيسا وناق يمحبك وجبيري كرتا قفنا عرو يعيل بيكو جبيري كرتا قلب جيسا يعداوة إنه كو قاضو وأسلة كلمة دي وهالكلمة ها مركا إلهي ساس درتيد بولي يهي أفير صدا أو هذا الوناكسن قلناها. وإذا قلتم حداد وحورانيسان هنا هذا اعدلوا عدالة سمي. وإذا قلتم فاعدلوا يعني مركا عدالة ديادو سمين عدو دون هذا مد والهالكا هذا مد كافق هذا مد مسلنا هذا مد قالها هذا حداد هذا الكرنهي سيد عدالة قلناه يا وقفكو حكبخ هكا بخسن وحيسة هكا عيدين هكا رخيبين هكا قادين. النبي عليه الصلاة والسلام ليه كلمة يسوي قيمة هذا يعني نوترنا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة قفكو كلمة بكو هالليا ما يلغي لها بالا آنو وحسك صارهين وفير صنين يهوي بها في النار 70 خريفا تضبات صنع يلا نار إنو قوتين بضوء هالكلمة هالكلمة كلمة واحد ها كلمة كفر بين نقون كرتا كلمة قال نما بين نقون كرتا كلمة أولاد أبورتين نقون كرتا كلمة أنت في الضه حمان ريبتها بين نقون كرتا وهل كلمة مركا قفك كلمة أنا أفير سنين أيال غيابة إنه النار كلاتين بضب نبوالس وإن الرجل اللي يتكلم بالكلمة قفك عليه كلمة إنه كوها الله من رضوان الله إلهي أرالك نقون أيه وهل كلمة يرفعه الله بها الدرجات إلهي درجوين بكر وقوق هذا جنة وهذا الكلمة الكلمة اللي قيبها جنة وقوق لا إله إلا الله وكلا. إذن هذا الك نرشي النبو حكوكو بنا نيسا إن بضانو كم إذا سينو أهضلمو سينو أهضلمو تلافن كماركو لغوص ودرو سادو قد جوابتو قفك ماركا تلافن ودرتو سيدا أتكو تراهضو هذا قرقي مادو هذا الك أتكو تراهض هذا سركتان أو اسكهر تمادان هذا الك أتكو تراهض قف أدو عريسان بلغي يابا إنو كوي يمادو وحلغي عربي سوردن هالكلمو إني قبوجيسو وإيدميسو إنك يحاسكيسو وحلغي يابا إني اسكو حناقان واسكو عراضان وإنك او عراض هادا تراهضو وانكا حمهي رالي أهو وحلغي ما كلمة داسو وحول با إني إيدميسو وعلاض هيد هادا لكن كري يراهضو إنات كر تراهضو أرد عركة صالف هادو حوال اسكا قادم ماي وطاقال والله دقال أولو البامشي كير قرين وقبن هلعبو نقونين إيو طبيلا إنك كعان أو ماشى سلوك على ياعه قولي إنه الله بربر الله وكرتكم مركا حلو به هي كلمة دي إنه أدو أديك سنه استخدام الكلم سر الكلمة طيب ساس درت النبي عليه الصلاة والسلام عليا الكلمة الطيبة صدق كلمة دي وناكسني وصدقه كلمة دي وناكسن وصدقه مركا وحينه أدي أد وباهنا هي إنه كل إنه أفر صنه وحاسو النصوصة يا رم إيمان وحاسو آيضة إيه وحاسو أحاديثه النبي عليه السلام وكل علنه وما إيمان يا النبي عليه السلام والسلام مركو سوق لي مكة نلير أبو سفيان أي أضيك آها ريركاس قريش مشركين تا يسقى أضيك آها مركو مكة سوق لي هالكلمة يري هالكلمة أو ننكا أضاق أهون وقوت لقلي وحو يري من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن قفكي قال قرق أبي سفيان وآمن وعلى النبات قلين إياه أضاق وحي أون نقطة شرف إيو مقع بأون نقطة محايا الأمانة إيو كل كولين تإيو مقع أي شرف تجعلا ما دام ورنكا جعلي هاي حلقا سألقا قليو كلمة داس أنا وحنا يلي هين مسلمين رسولك عليه السلام حكم يقولين يسوع حكم يلي يسوع لا وهم حكم يجري نوان كي منافقين تأها أو ما كوا مدينة كلنا ولا النبي عليه السلام يا رب ضنا دعوة عفي وبيستيون هذا الله ولقد لقمش النبي عليه السلام هذا الحنو ويرهضه أما عيء أو ويرهضه لم يكن بالفاحش ولا البذيء
ما أهي النبي عليه السلام من هذا الحن من أفحن من إريا حن أديك سده ما أهي ملاشيس وانا نبعا إلى هنا والنعب يهي بيرو وما جعل قفك إريا حن أديك سده وحاسو هيدا وش أباها وحاوشا إل وحاوشا دانير بات حمار بات وحاسات هاي كلمات ما أديك سنجرين كلمات فادح بذيء إن الله لا يحب الفاحش البذيء ما جعل إلهي سبحانه وتعالى إريادة حنحن مارتي فوشو أديك سدا أما عيدا قدبك يقدم بايا أرنغان قصاب صنوحة وي وإذن أسرارت كلمة دا كمدا أما لغنك ونكسن الابتسامة وأدو الله عدين تأييو موصوتك لغفك وموصوت النبي عليه الصلاة والسلام سو أرنك شيري وحير تبسمك في وجه أخيك صدقة ورالك وأدو الله عدين سو بمعنى أدو قصوشو قصول الله عدين أما موصوت أدو موصوتو وحي تهي صدقه مصدق كليا صدقه ما دول عضين تكليا دول أفيده أي واحد تهي صدقه لجوج قرية أي أجر محاد عي محبة أيه كرد نساء أيه اللي سوسر دواده اللي سجعل هذا إني ضدكو قفكن ويه قفك سود ويني لكن هذا وجع أبوس وحرن أتكسر دوس قفك وكاتدية وكاتدية وحنا قرنايا أو صور كاكي وجهك كقاضنايا إن ده سود ويني مركو حلو ورمش وحنومية لين أنا سكعتكم هي معناه هذا أن كيف وجانه محايري وحوا النومية لان سدوا كلا كل قال كحيلها بورية وحكم ذا يعني داقضة إيو سدوين تا ما أهم عن هذا إناد وحوين بحنيسه لكن الجود من الموجود بها صح يعني هذا هيسو تقد وحين تعال هيسو بارك السنيس مرتد سدوين تا ده مرت صورك أخلاق ده ونحسن يا مكارم الأخلاق النبي قال عليه الصلاة والسلام ولها بكم بتاعي أو سدوين جري ير يوين إناد كل سنتو أخلاق ذا ذي طبيعة ذا سكمت أرادة مايسو هدوية قف قفوين وشريفة ومضاحة هدوية هاي مدير هدوية هاي مد خادمة وشقالة هدوية هاي مد حنكو شغل مسؤولة حضانة النبي عليه الصلاة والسلام قبله بإيمان جري إسلام بإيمان يسوي ساعد بلغي يبقى إني جدك اللي تقنات هوين يدقى هوين ومسكين ساعد بلغي يبقى إني اللي تقنات قبر يرأو خادمة بلغي يبقى إني أتماده قعانت قوات النبي عليه الصلاة والسلام ماشي رفت حافظ رفت أي لأدو نين أضيه حائمان أيه مارتي وفدي أه وبهلك كما قرنا أصحابتي سوء لحفر لي النبي عليه الصلاة والسلام كما وينا أركا قارا موتو ومورتو يعني كما دونا كاسو لحفر ليها لقم اللح قرنا أيكم محمد بورنا كيني أي محمد سيان الله هذا مركاسا لو فرت الله في قيال لورنا إن كاسوي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركاس الله الله يا وحد شري وحي شري سا أخلاق دو ناكسن إضباع دو ناكسن أنس رضي الله عنه أشقيني النبي عليه الصلاة والسلام وحلي ولي قيس النبي عليه الصلاة والسلام طبعا صنع أشقيني مرنا إما أران وحان سمي محاذ سميس وحان وحانا سمينا إما ديهن محاذ وحان أسمين ويدي وحاس يوحاس محاذ ويلي ويسي إما أران مرنا صوابتنا وحي تهي لغن كيسي ونكسنا عليه الصلاة والسلام أيا سيداس كل سنة مركا وحان وباهن هاي ولا ليال نلوش يردن بوحي كسو أروريسا دقن كون أحسن هدي مامور نقطه شقالها هدي نقطه ضد أديك أديكوا شقينيا هدي نقطان شقالها أديكوا مارة الجوجة يعني دقن كون أحسن هي خلاق ده ون أحسن أدخل دقن تو أي واحد بدن كبوسين كران حوج أوامر هدي نقطه عرور هذا كلي حوج أو أمر كلي إيو أوامر عسكرية كلي يكون ماسين كران وزيد عسكرتي وكلا تو أتراله وحاسي وحاس هلاقاته قف في خلافنا هلق عصب حياة مع عقوبة سهلية نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم حسن الأخلاق إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.